دفء يملأ المكان يغمرك بمجرد دخولك إليه، وجمال ألوانه تبعث فيك إشراقا وحبا للحياة. إنه إيرث جالري الذي ظل لسنوات حلما لمحمد وهدى، لكنهما أصر على تحقيقه. كان حلم طول عمرنا، كان نفسنا يبقى عندنا الجاليري بتاعنا، ان احنا يبقى عندنا المكان بتاعنا. يعني كان من زمان جدا من احنا صغيرين، واحنا في الجامعه كنا بنعمل فريلانس ارت قبل ما يبقى عندنا المكان بتاعنا، وشيرد نفس الحلم بالظبط. بس الفكره ان هي فرصه جات لنا، وكان قرار خدناه مفاجاه. بدات انا وهدى ان احنا نحاول نابلاي الرسومات بتاعتنا او التصاميم بتاعتنا على شغل كبرودكتس، عن طريق ان احنا نصمم كرسي فنعمل كرسي، نصمم في فكره لوحه فنبتدي ان احنا نشتغل على سكيل اكبر. وجت لنا فرصه صغيره ان احنا ناخد مكان صغير بدانا بيه، ومن بعد كده ابتدينا نتوسع وناخد مكان اكبر لغايه ما احنا دلوقتي بقالنا تقريبا 4 سنين. الستايل بتاعنا بيطلع منه برودكتس كتير قوي، فكل شويه يعني ممكن كل شهر تجيلنا فكره برودكت جديد فبنوسع. كل ما يحويه هذا المكان من رسومات وتصميمات مختلفة ومتنوعة هو صناعة فن يدوي، تلك الحرفة التي أوشكت على الاندثار. فكرة الحاجة اليدوية ان انت بتعمل حاجة انت تعبت فيها وفيها مجهود كبير قوي، مش مجرد مكنة انت بتدخل وتطلع من ناحية تانية، وحاجة كاستمايزد مش هتلاقيها عند حد تاني. هي الحاجة الغريبة اللي احنا ما كناش متأكدين هتعجب الناس قوي ولا لا كانت الطاولة. يعني حتى لما جينا عملنا تيست الناس بتشوفها، كل ما حد يخش ايه ده دي طاولة، ايه ده الله طاولة بينتد، انا بحب الطاولة قوي، والناس الاوبسست بالطاولة اللي هو كل يوم بالليل وبتاع. فتعتبر دلوقتي الطاولة على حاجة في السيلز عندنا. يعني هي ربما اشياء ذات اشكال تقليدية ألفناها واعتدنا عليها، لكن بمجرد فرشاة وألوان وأنامل موهوبة أصبحت لوحات فنية تتأمل كثيرا في جمالها. خالد جمال، هنا العاصمة.